منورين مصر ومنورين كاسة ومنورين الزمالك، يعني اهلا وسهلا بيكم والف حمد لله على السلامة. انا اسمي ايمان وعرفت الحمد لله عدد كبير ان شاء الله، يعني على يوم الاثنين سأكون يعني عرفت كل الاسماء باذن الله. نحن عندنا البرنامج والبرنامج فيه فقرات كثيرة جدا اليوم، ولذلك سنحاول ان نلتزم بالمواعيد قدر المستطاع. ولكن هناك اضافه لطيفه صغيره في البرنامج، كان من المفروض ان يكون معنا مدير البرنامج بامريكا الدكتور كريستون، ولكنه لم يستطع ان يكون في هذه المره موجودا، ولذلك هو كتب لكم كلمه ترحيب هي ليس مذكوره في البرنامج، وسيقراها لنا استاذ دكتور. نقول مبروك للدكتور سيد لانه سيحصل على الدكتوراه يوم الاثنين. طيب، والدكتور سيد سيقرا لنا كلمه التركيب التي ارسلها لكم دكتور كريستو. تفضل. شكرا لكم جميعا طلاب كاسه الاعزاء. انا كريستوفر ستون او مش أنا كريستوفر ستون أستاذ اللغة العربية وآدابها وثقافتها في هارفارد كوليدج. أنا أيضا مدير كأس الجديد في أمريكا. كان بودي أن أكون شخصيا ضمن الناس الذين يرحبون بكم في وقت وصولكم إلى القاهرة. أنا أتذكر جيدا نفس اليوم في سنة 1994 عندما بدأت رحلتي الكأسوية كطالب. في الحقيقة كانت سنة مهمة جدا في حياتي، وأتمنى أن يترك البرنامج نفس الشعور في قلب كل واحد منكم، ليس بعد سنة واحدة أو سنتين، بل بعد 20 سنة أيضا. أنا أتذكر جيدا أن المدير في أمريكا في ذلك الوقت حضر مثل هذا اليوم معنا، وعندما ألقى كلمته ألقاها باللغة الإنجليزية على اعتبار أن بعض الطلاب لن يفهموه جيدا لو ألقاها بالعربي، وفي الحقيقة كان على حق. كون أننا نقيم فعاليات اليوم الأول في هذه السنة باللغة العربية يعكس تغيرات مهمة جدا في برنامج حسن، وكذلك في مجال تدريس اللغة العربية في أمريكا بشكل عام. فبرنامج كاس اليوم يختلف كل الاختلاف عن برنامج كاس منذ 20 سنة، وذلك بفضل جهود جبارة من قبل المدير السابق لكاس في أمريكا الدكتور محمود البطل، وبفضل مديرنا الحالي في مصر الدكتورة إيمان سليمان، وإخلاص أساتذة كاس الذين ليس لهم مثيل في العالم، والجهد الدؤوب لموظفي كاسا في أمريكا وفي القاهرة. وعليكم أنتم طلاب كاسا أن تستفيدوا من كل هذه التحسينات، خاصة أن قضاء سنة كاملة في القاهرة في ظل أحسن الظروف ليس نزهة لطالب كاسا. أما في ظل الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الحالي، فبطبيعة الحال يمثل تحديا كبيرا. إن مهمة كل واحد منكم هي إيجاد التوازن المناسب بين التركيز على واجباتكم اليومية والتي ستصل أحيانا إلى قراءة أكثر من 100 صفحة في اليوم الواحد، وبين الاستفادة من الإقامة في هذه المدينة العظيمة المليئة بالحياة والأنشطة الثقافية والفكرية. أرحب بكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكل التحديات، بكل هذه التحديات والفرص، وأتطلع إلى التعرف عليكم شخصيا في نهاية فصل الخريف الدراسي بإذن الله. كريستوفر ستون، شكرا. شكرا للدكتور كريس وهو معنا بالروح وفي سيد اليوم. طيب، وانا ايضا اريد ان ارحب بكم
على تواجدكم في القاهرة. أنا أعرف أن قرار المجيء إلى القاهرة لم يكن قرارا صعبا سهلا عليكم وعلى أسركم، خصوصا في ظل الحياة التي نحياها والمتغيرة والمتقلبة في كل يوم وفي كل ساعة. ولذلك أنا أعدكم أنكم جميعا أساتذة وموظفين وإداريين نعمل على راحتكم قدر المستطاع، ونقدم لكم العون والمعونة في كل السبل وفي كل الطرق التي تحتاجون إليها للتأقلم على الحياة، يعني التي أحيانا تكون مستقرة وأحيانا غير مستقرة في ظل الحياة التي نحياها اليوم. وأيضا أضم صوتي إلى صوت دكتور كريستون وأطلب منكم أن تستفيدوا من كل هذه المتغيرات والمتغيرات التي تحدث من حولنا، وأن تحولوا كل فرصة من الفرص إلى فرصة للتعلم والتأمل فيما يحدث، لأنكم اليوم شهود على تاريخ المستقبل إن شاء الله. يعني ستكونون شهودا على يعني الأحداث السياسية في مصر التي ستصبح تاريخية في يوم ما. فمن فضلكم، أنا أعرف أنكم كلكم يعني طلبة جادين ومتميزين جدا، ولذلك نحن أيضا سيقوم على تدريسكم مجموعة أو نخبة من الأساتذة المتمكنين من تدريس اللغة العربية في المستوى المتقدم، والقادرين أيضا على مساعدتكم على التأقلم على الحياة الثقافية في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها. فاستمتعوا بوقتكم ولا تقلقوا، نحن نعرف أن فصل الصيف فصل صعب من حيث الحرارة، وإن شاء الله يمر على خير يوم 30 يونيو، وأعرف أنكم تبحثون أو معظمكم يبحث عن شقق، فنحن نقدر كل هذه الأشياء والظروف الحياتية الجديدة التي ستحيون فيها في الأسابيع القادمة. فلا تقلق إذا كان عندكم مشكلة في الدراسة، في الشقة، في أي حاجة، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. اسألوا الأستاذ، تعالوا إلي، أنا متاحة لكم 24 ساعة، وأعني هذا، أنا يعني لا أمزح، في أي وقت عند أي حد فيكم مشكلة، مبتدئ عايز يذاكر ومش عارف يذاكر، مش عارف يتأقلم، مش طايق إيمان ولا كاسة، تعالوا إلي من فضلكم، الباب مفتوح والتليفون أيضا مفتوح 24 ساعة. ماشي؟ أهلا وسهلا بيكم، والآن بقى ندخل في الجد. يلا، نحن تعرفنا الآن وتعرفنا على بعضنا البعض، واليوم سنقوم بتقديم بعض أعضاء هيئة التدريس الموجودين معنا الآن، وتقديم فريق العمل في المكتب حتى تعرفوننا جيدا وتعرفون لمن تذهبون. محتويات الملف، سنفتح الملف معا ونرى ما هذا الورق يعني. وبيت الطلاب الزمالك، سنتكلم عن بيت الطلاب الذي نحن فيه، ماذا نفعل، ما المتاح، ما هو غير المتاح. تقديم البرنامج الدراسي الصيف الخريف الربيع، ولكني سأركز على الصيف وأعطيكم فكرة بسيطة عن الخريف والربيع، ولكن في الخريف سنتحدث باستفاضة عن الخريف وأيضا في الربيع. البرنامج الثقافي هذا سنتحدث عنه إن شاء الله يوم 9 في التجمع الخامس في الأورينتيشن نمرة 2. وللأسف نحن مضطرون جدا أن نقوم بعمل يعني لقائين، لأن يجب أن تذهبوا للتجمع الخامس لإصدار الآي دي. الكاميرا هناك فقط وليست متاحة هنا، فيجب أن نذهب فنقسم اللقاءات على اجتماعي. وعندنا أيضا، فلن نتحدث كثيرا عن البرنامج الثقافي، ده يوم الأحد بإذن الله، وبعد ذلك سيكون وسنتحدث في بعض الأشياء الإدارية التي إذا عرفناها ستسهل عليكم وعلينا التعاون في يعني خدمتكم بصورة أفضل. وبعد ذلك سيكون عندنا فترة فيها امتحان للعامية، سنقسم
تقسم إلى مجموعات، ونحن نتحدث عن العامية المصرية حتى إذا كنا في مستوى فائق أو متميز في عامية أخرى نحن ندرس العامية المصرية. وأثناء الامتحان يعني طالب يمتحن، فسيكون عندنا فرصة أن نفعل كل هذه الأشياء. 11:30 سيكون هناك بعض السندوتشات والغداء الخفيف، فممكن نطلع نجري ناخد أكل، عايزين نقعد هنا يمكننا الجلوس والأكل هنا. وفي نهاية البرنامج أحضرنا لكم سائق تاكسي لتسألوا كل الأسئلة. يعني عادة كنا نحضر سمسار أيضا، ولكن تصورنا أن بعضكم خلاص يعني وجد شقق، وأرسلنا لكم من خلال ويل وناب الكثير من العناوين. يعني قلنا السواق التاكس مفيد أكثر النهارده. ماشي؟ طيب. فريق العمل الإداري ممكن نقف؟ أكيد. أهلا وسهلا بكم. طيب أنا إيمان، وكما قلت لكم أنا في خدمتكم، وهذه أستاذة هدى عوض الله، وهدى هي منسق البرنامج، وبعضكم تواصل معها، هي التي رتبت لكم السيارات من الطائرة إلى القاهرة. فمن فضلكم إذا احتجتم إلى أي شيء بخصوص أي شيء بين المكاتب، يعني مثلا الاي دي، مش عارف أدخل على أي شيء مثلا خاص بالميديكال سيرفيسز، عايز آخد فلوس لي، عايز أشياء كثيرة، نذهب إلى هدى. ماشي؟ أو أنا. أهلا بيكم وسهلا. ومعانا الأستاذ هاني يسري، وأستاذ هاني يسري هو المساعد التقني والإداري للبرنامج. فعندكم مشكلة بين الماك، هنا نستخدم ويندوز اوبريتنج سيستم، وعادة في كتابة العربي بيكون عندكم مشاكل كثيرة قوي لما تستخدموا الماك. فلو عندكم مشكلة زي دي، عندكم مشكلة في مثلا أساتذة يطلبون أحيانا منكم بعض الواجبات، مش عارفة موفي ميكر، معرفش إيه، الذي لا يعرف هذه البرامج واستخداماتها، التسجيل، الإيميل لا يعمل، كل هذه التفاصيل التقنية نذهب إلى أستاذ هاني، وهو أيضا أعد برنامج فيه أيام محددة للتدريب على أي برامج أو تقنيات تريدون أن تتعلموها لتقوموا بإنجاز مهمتكم. معنا أستاذ محب نصيف، ومحب سيكون مسؤول عن مساعدتنا بصورة فعلية، يعني رجل لرجل كما تقولون في بالإنجليزية، من تمام، يعني أنا عايز حد يروح معايا للسمسار ويتخانق لي في الشقة أو يشوف العقد، يعني خلوا بالكم محب كويس قوي. وهو أيضا يعني يساعد معنا، يساعد ناب وويل في أي أشياء لها علاقة بالتأقلم على الحياة خلال فترة الصيف. هناك وويل مشكورين معنا في الصيف، لكن محبنا معنا طول السنة. معنا أستاذ عماد سمير، وعماد يعني بدونه لن نحيا، لأنه مسؤول عن إمدادنا بالمياه والأشياء التي تبقينا مستيقظين في الصفوف، يعني الشاي والقهوة وهذه الأشياء التي نريدها حتى نفهم ما يقول الأستاذ. وممكن ناب ويل أين ناب؟ أنا شايفة ويل. طيب، أنتم قابلتم ناب ويل، وأنا يعني أريد أن أشكرهم جدا على المجهود اللي قاموا به قبل بدء البرنامج في التواصل معكم وإرسال العناوين والسكن، وأيضا ناب ويل موجودين حتى تحكوا معهم وتسألوهم عن الحياة من خبرتهم العملية طوال السنة الماضية. أهلا وسهلا بكم جميعا يا فريق العمل، وشكرا. طيب، أعضاء هيئة التدريس بقى، اتفضل يا دينا. ودكتور سيد. طيب، معانا أستاذة عزة حسنين. وأستاذة عزة حسنين ليست موجودة الآن للأسف، لأنها عندها موعد عند الطبيب، ولكنها ستكون
موجودة بعد يعني على الواحدة، وأستاذة عزة حصلت يا جماعة خليكم واقفين، وأستاذة عزة حصلت على يعني جائزة كاسة من التدريس لهذا العام. هي تدرس في برنامج كاسة منذ 10 سنوات ومتميزة جدا، ولها بعض الكتب في تعليم الكتابة والقواعد موجودة تحت في المكتب. طيب معانا أيضا دكتور سيد إسماعيل، تفضل تقدم نفسك. كل واحد يقدم نفسه، أنا قدمت عزة عشان الشغل. اسمي سيد بفضل، سيد إسماعيل بفضل. تخصص الأدب العربي الحديث، درس في كاسة منذ حوالي 4 سنوات الفصحى والعلمية. لي عدد من الكتب منشورة، منها في الدراسات الثقافية، في الأدب العربي، في المواطنة، السياسة. أيضا درس في فصل الربيع فصل الإسلام السياسي في العالم العربي، ودرس الأدب العربي القديم والحديث، أيضا درس في مجال اللغة العربية منذ تخرجت في عام 1995 من جامعة القاهرة قسم اللغة العربية واحدة، وسعيد جدا بالعمل معكم. أهلا وسهلا. أستاذة دينا، دينا معين. أنا هحكي معكم شامي لأني أنا من سوريا، عشان نفرق بيني وبين أستاذة دينا من مصر. دينا السورية ودينا المصرية. الحقيقة الخلفية تبعي أنا كنت موظفة بهيئة الأمم المتحدة لفترة كبيرة كتير، وبعدين قررت إني أعود للدراسة وأعمل ماجستير في تدريس اللغة العربية للأجانب في طبعاً في الجامعة الأمريكية. بالأساس جيت لمصر عشان أعمل الماجستير من 10 سنين، وبعدين ما طلعت تقريباً من مصر، ضليت هون وصرت أستاذة في الجامعة الأمريكية. درست فصل في تكساس جامعة أوستن، وكمان عملت إدارية ببرنامج الـ CLS Critical Language Scholarship في القاهرة وفي عمان. وعادة أنا بدرس في كاسة تقريباً on and off، يعني شوي هيك وشوي هيك، مدة 5 سنين، والمواد اللي بدرسها عادة هي الإعلام والقراءة. أهلاً وسهلاً. أهلاً أستاذة دينا وأستاذة نرمين، وبعدين نرجع لدينا عشان يبقى في فصل بين الدينتين. شكرا أستاذة نرمين. أستاذة دينا. أنا اسمي دينا بشير، أصلا دارسة لغة إنجليزية في جامعة القاهرة، واشتغلت كتير قوي حاجات ملهاش أي علاقة بالتدريس. اشتغلت سكرتيرة كوبونفور، اشتغلت في فودافون، اشتغلت في ويب سايت ديزاينر، وفي الآخر أخيرا الحمد لله عرفت مرة أخرى من التدريس، وعملت ماجستير في الجامعة الأمريكية هنا في تدريس اللغة العربية غير وكنت بدرس في الجامعة الأمريكية إنجليزي، كنت بدرس كمان في الجامعة الأمريكية عربي في الـ ALI عامية فصحى، بس في كاسة بقالي 4 سنين وبدرس عامية مصرية. وطبعا عشان أنا اشتغلت في فترة ويب سايت ديزاينر فكاسة استغليني شوية. في بلوج موجودة على الإنترنت اسمه كاسة، ودي مسؤولة عليه عنها أنا بنقدم فيها المادة أو حاجات كتيرة من المادة اللي موجودة، هنستخدموها كمان في الصيف إن شاء الله وفي الخريف في طول الوقت. شكرا لكم. معنا أيضا أستاذة سيهام بدوي ولكنها للأسف غير موجودة اليوم، ودكتور أمين بنا وهو زائر من جامعة جورج تاون، وأعتقد أنه الآن انتقل إلى جامعة جورج واشنطن، فهو معنا خلال فصل الصيف فقط، ولكن أمين في الإسكندرية. أنا قصيرة فيجب أن أمين في
الاسكندريه لانه هناك فرح ابن اخوه او شيء من هذا القبيل، ولكنه يقول لكم اهلا وسهلا. طيب الملف، نحن اعطيناكم ملفات ملونه جميله، فخلوا الورق بالترتيب بترتيبه، لاننا سننظر الى الورق الموجود في الملفات. عندنا نسخه من البرنامج، صحيح؟ هل معكم نسخه من برنامج الاورينتيشن؟ هذا هو. فيمكنكم ان تعرفوا ماذا سنفعل. انا ارسلت لكم بالبريد، ولكن ظننا ان ربما تحتاجون الى نسخه ورقيه. وهذا برنامج يوم الاحد ان شاء الله في التجمع الفائز. موعد اللقاء مهم جدا، هو الساعه 8 صح يا هدى؟ نعم، لان هذا مكتوب فيه 8 وسيتم التاكيد على هذا الموعد في تاريخه. 7 و6. طب ممكن توقفي تقولي لنا التجمع الساعه كام؟ 7 و6 التجمع هنا عشان نروح في الفرع وكده ناخد الاتوبيس بيتحرك 8 هذا. طيب 7 و6 الباص بيمشي، مش اتوبيس مصري، ده اتوبيس الجامعه، يعني هيمشي في الموعد المحدد ليه. فمن فضلكم تكونوا موجودين هنا عند بيت الطلاب الساعة 7:30. شكرا. طيب وبعد ذلك عندنا أيضا بيانات التسجيل. نحتاج أن نسجل في وبيانات التسجيل ستقومون بملء هذه الورقة. الريجستريشن كارد، وهذا هو الكورس نمبر، ولكن لكل كورس هناك سكشن نمبر. طبعا نحن لن نعرف بعد مجموعات العامية، فنحن سنكتب لكم هذا بعد الانتهاء من الامتحان. ولكن بالنسبة للصفوف الفصحى فقد قمنا بتقسيمها حسب درجاتكم في امتحان القبول الانتري اكزام. فأنتم في صفوف الفصحى مقسمون بحسب الانتري اكزام، والسكشن نمبر سيجدونه هنا في الجدول. معكم جدول الفصحى، جدول العامية سنرسله لكم يوم الأحد بالبريد إن شاء الله، وستجدونه تحت في الدور الأول معلقا على اللوح. ماشي؟ أين السكشن نمبر؟ خلونا نعمل كده اختبار سريع. فين الجدول؟ في الظهر. طيب انا اسف. الورقه في الظهر. الورقه في الظهر. طيب يعني مثلا ناخد كاظم من فصل دكتور امين بنا. في اي سكشن انت يا كاظم؟ لكن بص انا استنيتش الورقه. ما لقيتش الورقه؟ لقيتها؟ في ظهرها في الظهر. هذه هي الورقه. هذا هو الجدول. نحن نحاول ان نسلك سلوك يعني صديق للبيئه، فنستخدم الورق وجعا وقبلا. هل وجدتم الجدول مجموعات الفصحى ووجدتم السكشن نمبر موجود في اعلى كل صف، يعني كاسه 411 هذا هو السكشن نمبر الذي ستكتبونه في الريجستريشن كارد. ورجاء رجاء ان نملا كل البيانات بالتفصيل الممل. اذا لم يكن عندنا كايرو ادريس بعد، نكتب الادريس الذي نسكن فيه حتى ننتقل الى مكان اخر. وعندما ننتقل يجب ان نبلغ استاذ هاني او نبلغه بالعنوان الصحيح. هذا مهم جدا ان نعرف اين انتم في ظل الظروف التي نعيشها في مصر هذه الايام. يعني انتم تعرفون اين نحن، ولكن من المهم جدا ان نعرف اين تسكنون. لانه في لا قدر الله لو حدث اي مشكله واردنا ان نصل اليكم يجب ان نعرف الاماكن التي تسكنون فيها. ماشي؟ ارقام الهواتف. نعم ارقام الهواتف.
وارقام الهواتف، مين منكم معاه موبايل؟ طيب من فضلكم تعطوا ارقام الهواتف وتكتبوها في الريجستريشن كارد. اذا غيرنا رقم الهاتف يجب ان يعرف مكتب كاسا، وهذا تنبيه يعني، ولا ينفع ان ننسى، ما ينفعش. احنا عاملين فون تري يعني النظام هنا للامن والامانه، في فون تري كل واحد منا في المكتب مع 10 طلاب، في حاله حدوث مظاهره لا نستطيع ان نمر من هذا الشارع، كل واحد منا يتصل في الحال بالمجموعه الموجوده على الفون تري بتاعه. فعايزين نكون مطمئنين انكم بخير ونعرف الاتصال بكم اذا احتجنا الى ذلك. ماشي؟ العنوان رقم التليفون شيء يجب ان نحدثه دائما. تمام خلاص عرفنا هنملى الريجستريشن كارد في الفتره اللي هي فيها اشياء كثيره، وبعد ان نملا هذه الورقه ماذا نفعل بها؟ نعطيها لمن تفتكروا في المكتب؟ ها؟ حذر 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 لهاني ولا الهدى ولا المحب؟ لا هديتيها الهدى، سنعطيها للمدام هدى حتى تضعها في السيستم وتبدا في تسجيلكم في الجامعه. ماشي؟ نملا هذه الورقه ونعطيها لمدام هدى، مدام هدى في مكتب 105 تحت. ولا تنسوا ان تعطوها هذه الورقه اليوم قبل ان نترك المكان في اسرع وقت ممكن. طيب بيانات استخراج الفيزا، كلكم معاكم تورست فيزا مش كده؟ احنا بنحاول نستخرج لكم ستودنت فيزا، فرجاء نكون بنجيب ايه؟ الباسبور، نملا دي وسنطلب منكم بعد ذلك الباسبور وصورتين 4 في 6. ماشي؟ نملا هذه البيانات، في هذه البيانات يجب ان نكتب محل الاقامه الحقيقي ليس المؤقت. فاذا كنا ليس عندنا شقه سنترك هذا السطر فاضي او خالي، وبعد ذلك نرجع عندما نسكن نرجع الى استاذ هاني او استاذ محب ونعطيه العنوان الدائم يعني. تمام؟ ماشي؟ طيب يبقى احنا محتاجين منكم الورقه دي، ممكن تملوها ولكن تجيبوا الصور بكره ان شاء الله. والورقه دي نعطيها للاستاذ هاني او للاستاذ محب. ماشي؟ لان استاذ محب يقوم على استخراج الفيزا لكم. طيب هناك استماره بيانات Travel Information Sheet، دي يعني سنرسلها لكم سوفت كوبي كل اسبوع، كل يوم، كل يومين. اذا ذهبتم الى اي مكان في القاهره يجب ان تملأوا هذه الاستماره وترسلونها بالبريد الى استاذ هاني. يعني لا تملأوها كورقه ولكن سيكون عندكم سوفت كوبي من هذه. النور اتقطع ولا انت اللي طفيت؟ خارج القاهره. خارج القاهره. خارج القاهرة، يعني رحنا اسكندرية، رحنا الغردقة، رحنا دهب، رحنا شرم الشيخ، لازم نكون عارفين انتوا عندنا هذه البيانات. ممكن؟ شكرا. طيب الجامعة، لا، وهناك أيضا التعهد اللغوي. أكيد قرأتم عن اللانجوج بلاتش في موقع الجامعة، صحيح؟ سنحاول قدر المستطاع أن نلتزم بالتعهد اللغوي. في داخل المكان إجباري، إلزامي. ماشي؟ وهو إلزامي بينك وبين نفسك إذا كنت خارج المكان وتريد أن يعني تكتسب الطلاقة وتحسن وتطور من مهاراتك اللغوية. فرجاءً هذا التزام وعهد بيننا وبينكم انكم ستستخدمون اللغه العربيه على مدار العام القادم كله في التواصل باي صوره من الصور. ماشي؟ فبفضلكم تملوا اللانجوج بلان اليوم وتعطونه لاستاذ هاني.
فضلكم، لأننا نضعه في الفايل، وعدم الالتزام بهذا التعهد يعني يعرضكم لإنذارات أو قد نفقد المنحة الدراسية. ماشي؟ احنا عيون. نعم؟ احنا عيون على الكتاب. الأساتذة والموظفين وكل الناس. تمام كده؟ أوراق فتح حساب في بنك سي آي بي، هذا أيضا مهم جدا أن نملأه اليوم. لماذا؟ لأن الجميع الآن تنتقل من يعني لا يريد نقل الفلوس من مكان إلى مكان بسبب الظروف الأمنية، لأنه نظام أحسن وأدفع. كل واحد سيكون له حساب باسمه في بنك السي آي بي، وسنضع لكم الفلوس، فلوس المنحة في أول كل شهر في حسابكم الشهري. هذا الشهر استثناء، يعني ليس عندكم الحساب، صح؟ ماذا سنفعل؟ الساعة 11:30 الكاشير سيكون تحت من أجلكم ليعطيكم المنحة. 11 بداية من الساعة 11 أنا أسفة سيكون الكاشير موجودا في أي غرفة؟ هل نعرف رقم الغرفة؟ 107. يعني ممكن نسأل هاني ومكان بأين الكاشير تحت إذا لم يكن. طيب لازم نملى البيانات دي ونديها المدام مودة اليوم، لأنه الإجراءات تأخذ وقت، فعندنا شهر لفتح الحساب حتى تستطيعون أن تصرفوا المنحة بالفعل في شهر يوليو. ماشي؟ وفي حاجات معينة هي اللي مطلوب منكم تملأوها، مش عارفة معلمة عندكم في الورقة ولا لا؟ اللي هم account type, currency type, full name, name on card, date of birth, place of birth, gender. مش مهم قوي الكرنت، مش عارفة ده مهم ليه في الحساب، بس معلش current and permanent residential address حاليا مش مهم، ممكن نكتب عنوان الجامعة الأمريكية، هذا لن يعطل شيء. الإيميل مهم، الناشوناليتي الاي دي، ناشونال اي دي لازم او الباسبور، والسيجنتشر. وفي هذا الكارت كل واحد لازم يملى كارتين. ماشي؟ اسم الحساب، يعني عايز الحساب يكون باسم فلان الفلاني، وايضا التوقيع مرتين، لازم نملى كارتين من هذا. ماشي؟ ونعطي هذه الاوراق في برنامجكم ده من فضلك. اللي مش لاقي الورق ده الناس اللي بتاخد المنحه بس. نعم. الناس اللي بتاخد هذه الاوراق طبعا لمن يصرفون المنحه، ليس لكل الطلاب. إذا كان عندك منحة سيكون عندك بس. طيب الخدمات المتاحة بالمبنى ومواعيد عملها. طيب في المبنى عندنا عندك خدمات، في كافيتيريا تحت في الدور الأرضي، في صالة للألعاب الرياضية، في وويل ونام سيأخذونكم ومحب لتعرفوا أين الصالة الرياضية. ولكن لأننا ضيوف على مبنى الزمالك، إحنا مكاننا الأساسي في التحرير، ونحن في الزمالك مؤقتاً حتى تهدأ الأحوال في مصر إن شاء الله. مؤقتاً. فلأننا ضيوف وهذا المبنى للطلاب يعني الذين يسكنون في البيت، الجيم صغير. لا يمكن أن نذهب كلنا 29، إذا أردنا ذلك نذهب إلى التجمع الخامس، ولكن ليس في مبنى الزمالك. مبنى الزمالك الجيم بياخد كم واحد تقريبا يا ويل؟ خمسة. والأولوية ليست لنا، يعني أنا أخذت إذن استثنائي أن أستخدم الجيم. الأولوية للطلاب الذين يسكنون في بيت طلابنا. فنحن نبدأ في استخدام المبنى، نطلب إذن من المشرف على الجيم، ولا نبدأ إلا في المساء، ليس مفتوحا طول اليوم. وويل سيقول لكم كل شيء عن صالة الألعاب. الكافيتيريا موجودة دايما. أيوة. أنا عارف إن كلامهم ولا لا؟
في التجمع اهلا وسهلا في التجمع. في بيسين ممتاز وصالة جيم ما حصلتش وفي كل الفاسيلتيز بالاوتوبيس. اوتوبيس الجامعة ولكن ستدفعون اعتقد 20 جنيه حاجة 20 جنيه لرحلة رايح 20 راجع. يعني حوالي 40 جنيه في الفاميلي باس ولازم يكون معانا الاي دي مش داخل. الاي دي اللي هنطلعه يوم 9 ان شاء الله عشان تقدروا تدخلوا من بوابة الجامعة. لما تروح يوم 9 هتعرفوا الحاجات دي. في ايضا عيادة طبية ولها مواعيد. والمواعيد مكتوبة في مكان ما هنا. اهو. الـ AOC زمالك Building Facilities هتلاقوا فيها مواعيد الأشياء. الكافيتيريا كم ساعة، الـ Residence In Residence Clinic Saturdays و Mondays and Wednesdays فقط. وفي Extension Numbers في كل شيء ومكتوب لكم هنا. ماشي؟ فاقرأوا هذه الأرقام عشان الوقت. بعض أرقام التليفونات المهمة. هذه الورقة أعتقد أنها مهمة جدا وممكن نخليها في المحفظة في جيبنا دائما. لأنها فيها كل الإيمرجنسي نمبرز اللي ممكن تحتاجوها أو تحتاجون إليها في أي وقت. تمام؟ هتلاقوا الميديكال سيرفيسز، السكيورتي سيرفيسز، الأي دي، شايفة مش شغال سيرفيس نكلم مين. ولو ما ردوش عليكم فضلكم قولوا لي. طيب ده شيء مهم جدا اعتقد بالنسبه للاساتذه وبالنسبه لنا هنا في الاداره، سياسه وقواعد الغياب والحضور. يعني احنا بنفترض في برنامج كاسا انه لن يكون هناك غياب او تغيب عن اي فصل او اي نشاط ثقافي ينظمه البرنامج. هذه اشياء اجباريه لا فصل فيها. لكن في حاله المرض، في حاله الظروف يجب ان نعرف، ولكن سيخصم منكم بعض الدرجات وكل شيء موجود هنا في هذه الورقه. يعني لو ضفت يوم كم بيرسنت من التوتال جريد، لو تكرر الغياب ممكن انه تنسحب من البرنامج او تسحب منك المنحه. كل التفاصيل هنا فمن فضلكم اقرؤوها جيدا. يعني الاساتذه يلتزمون بهذا وايضا الاداره تلتزم بما كتب. واذا كان عندكم استفسارات ممكن تسالوني يوم الحد او يوم الاثنين، ولكن اقرؤوها جيدا الاول. وهذه الورقه موجوده ايضا على البلوج، يعني لو ضاعت منك او منك هتلاقوها على البلوج ما تقلقوش. طيب كيفيه استخدام الواي فاي. في هنا واي فاي في المبنى، ولكي تستخدموا الواي فاي هذه الخطوات التي يجب ان تتبعوها حتى تتمكنوا من الدخول على الانترنت. فايضا اقرؤوها في البيت، ولكن لازم يكون عندكم الاول AUC ايميل والاي دي. ماشي؟ طيب الجدول الزمني للدراسه اليوميه، احنا كل يوم بنشتغل من الساعه كام للساعه كام؟ مين يقول لي؟ في جدول زمني في ظهر الجدول ده، صح؟ يعني اليوم بتاعنا الدراسي بيبدا في اي ساعه؟ مين يقول لي بيبتدي في اي ساعه؟ ها؟ ايه ده؟ هي الفصل بتاعك الساعة كام؟ الساعة 9 بالظبط، 9 صباحا. وآخر حد آخر حاجة في البرنامج الدراسي الساعة كام؟ نعم؟ قولوا لي عشان انا مش لاقي الورق بتاعتي. 41 41 ها؟ 41 الساعة 41. لقيتوا الورقة ولا لا؟ لازمكم تبحثون عنها. يعني هذا تصور لليوم الدراسي، وبيكون عندنا مساقين وهشرحهم دلوقتي.
جدول الأحداث والمناسبات للبرنامج. أنا أعرف أحيانا تريدون أن تخرجوا ترتبوا رحلات طويلة رحلات قصيرة، أنتم أحرار، ولكن هناك أحداث للبرنامج. متى يكون الإيفالويشن؟ متى يكون الامتحان؟ متى يكون مثلا تكون هناك محاضرة؟ الأشياء الموجودة على هذا الجدول ملزمة بالنسبة لكم ولنا. ماشي؟ وإذا حدث تغير سنقوم بإظهاركم. ثاني، عندما تقومون بالانتهاء من عمل إيميلات الجامعة الأمريكية هيشير معاكم الكالندر بتاعتنا، فممكن هتكون عندكم جوجل كالندر موجودة في أي وقت للرجوع ليها. اتفضلي. موجودة على البلوج الكالندر. الكالندر دي موجودة على البلوج، لكن ليه عايزينكم تكونوا مشاركين فيها على الإنترنت عشان لو حصل تغيير تقدروا تخشوا تشوفوا، ما نضطرش نشيل ورقة ونحط ورقة بدل. طيب، عندكم طبعا السير الذاتية عشان تعرفوا بعض أكتر. وعندكم برنامج رحلات معهد اللغة العربية. معهد اللغة العربية يعني نحن جزء من معهد اللغة العربية، يقوم بعمل رحلات دورية من حقكم أن تشاركوا في هذه الرحلات، ولكن تدفعون للمعهد نقودا. النظام، وأنا سأشرح هذا بالتفصيل إن شاء الله يوم الأحد لأنه جزء من البرنامج الثقافي، هذه الرحلات اختيارية. وبرنامج كيرسا يدعم كل طالب منكم بمبلغ معين من المال سنويا، يعني ليس كثيرا حقيقة، هو تقريبا 1200 جنيه علشان تذهبوا او تشاركوا في رحلة طويلة مع معهد اللغة العربية ان شئتم ان تفعلوا هذا، يعني لو قلنا مثلا 600 جنيه تقريبا كل سمستر. فيعني كل واحد منكم يقدر ان هو يشارك في رحلة طويلة. المعهد بينظم رحلات جميلة جدا وغالية جدا لكن مدعمة بالنسبة لكم كطلاب لكاس. ماشي؟ فمن فضلكم برنامج الرحلات هتلاقوه في الفايل وهتلاقوه تحت، ستجدونه على اللوح في الدور الأول. والسير الذاتية خلاص. وكتيب الجامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية دائما عندكم الأورينتيشن بوك السبرينج بتاع السبرينج هو بتاع السمر، وفي كل الخدمات اللي أنتم كطلاب في الجامعة الأمريكية تستطيعون أن تستفيدوا وتفيدوا منها. ماشي؟ فبرضو بعد الظهر كده مع كوباية شاي اقروا المعلومات لأنه فيها أشياء كثيرة تستطيعون أن تستفيدوا. وهذا عن الميديكال سيرفيسز. ماشي؟ طيب، وعندنا ايضا الستودنت سكسس هاند بوك بلانر. هذه البلانر فيها كل الاحداث الخاصه بالجامعه، الاجازات الرسميه، الجامعه ككل، ليس برنامج كاسا تحديدا. هذه النتيجه فيها احداث كاسا، ولكن هذه فيها احداث الجامعة الأمريكية. طيب، وكتيب الخدمات